قلت لحضراتكم انه الفتره اللي جايه انتظروا في انخفاض في الاسعار، اسعار السلع. ليه؟ لانه كان النهارده في اجتماع في مجلس الوزراء متابعه موقف توافر السلع الغذائيه في الاسواق، ده جزء، والاهم بقى ضبط الاسعار في الاسواق. الاجتماع كان للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضروا الحقيقه عدد كبير قوي من الوزراء، وكان معاهم كمان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. طيب ايه اللي ممكن يحصل بعد التوافق ما بين الحكومه والصناع والتجار؟ بعد التوافق ده ممكن ايه اللي يحصل في الاسعار؟ خليني ارحب بالاستاذ متب شاي رئيس لجنه الشؤون التجاريه الداخليه اتحاد العام للغرف التجاريه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مدام عزيز. اهلا بيك. اهلا بيك فندم. اهلا بيك. إيه شايف بعد الاجتماع ده ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا الاجتماع ده بيبث نوع من الطمانينه بعد الايام اللي احنا كمستوردين حسينا ان فيها برضو كثير من الضغط والتوتر، خاصه بموضوع الاسعار وتكدس البضائع بالمواني. طبعا الرقم اللي تم الاعلان عنه اللي هو من بدايه من يناير، حتى حضرتك حضرت؟ لا انا ما كانش ليا صرف احضر، بس كان موجود بالسيد رئيس الاتحاد. تمام. لكن الرقم اللي هو طلع اللي هو بخصوص اللي هو الافراجات اللي خرجت للجمارك اللي هو حوالي 54 مليار دولار، ده رقم كبير جدا. فبالتالي ده يثبت لنا ان الحكومه نوعا يعني حاسه في عز الضغط والتوتر الاقتصادي والتضخم ان والازمه العالميه واللي احنا برضو منها، ان احنا برضو جزء من العالم. ال 54 مليار لما يطلعوا في فتره 9 اشهر يقول لحضرتك ان الحكومه فعلا حاسه ان لازم ان احنا يكون عندنا نوع من المشاركه في تقليل الضغط على المواطن. ولو حضرتك ركزت في الرقم ده هتلاقي ان نصه مستلزمات انتاج. نص القيمه اللي هي تقريبا 25 مليار هتبقى خاصه بالبضائع اللي خرجت تحت بند مستلزمات الانتاج. ده يدينا برضه تأكيد ان اتجاه الدولة للتصنيع لتشغيل المصانع ودورة رأس الانتاج والصناعة. في نفس الوقت يا فندم احنا ده هينعكس ازاي على الاسواق؟ هينعكس على الاسواق ان احنا ممكن نلاقي وهنلاقي فعلا، وده اللي موجود دلوقتي، وفرة كبيرة جدا. هنلاقي في عجز في بعض المنتجات. لا بس اللي موجود دلوقتي في اسعار عاليه جدا. ايوه انا بتكلم على سلع كتيره اسعارها عاليه. مدام عزه انا والناس بتشتكي. نعم انا بتكلم على توفر البنود. تمام. لا انا بتكلم على الاسعار. ايوه بالظبط. لكن في الاسعار الغاليه نظير ان البضاعه ان البنود متوفره لكن غاليه، ده ممكن يساعد ان الاسعار تنزل وتبقى متوفره احسن من الاول، اكتر من الاول. واهدف الاسعار نظير وفرة المعروض، وده برضو نظير خروج البضائع من الموانئ. طيب لو حصل وفرة في المعروض والتجار ما قللوش الأسعار، هل ده وارد؟ ده وارد، عشان حضرتك كل تاجر أو كل مؤسسة ليها حسبة منفصلة في حساب تكلفتها. لا بس أعتقد بعد الاجتماع ده مش مفروض. لكن أنا برضو أعتقد حضرتك إن لا، هنحس فعلا بهدوء نسبي في الأسعار. أيوة. نظير إن في خروج كتير من البضائع خرجت، وبرضه المنافسه الشديده بين المصانع هتؤدي الى وجود الاسعار متنافسه. أيوة. ووجود منتج غير محتكر على حد. فبالتالي زي ما كلنا برضه بنقول ان روح المنافسه بتؤدي الى وجود سعر عادي. ايوه. مع وجود كثير من البضائع من انا اتوقع وهنتابع، لان ده ملف بالنسبه للمواطن، هو ده نمره واحد طبعا لمن يهمه الامر. الأسعار للمواطن ده نمرة واحد في حياته. حق المواطن حقه حقه، عشان الغلاء كتير قوي على الناس بالزبط. بزيادة على الناس. نتكلم يعني في أسعار لبن مرتفعة جدا جدا، وانت بتتكلم في مدارس بدأت، بتتكلم في أسعار بيض غالية جدا على الناس، ودي برضو موسم الدراسة، بالتالي الجبن كلها غالية جدا جدا. لأ بتتكلم في سندوتش للعيال الصبح بقى رقم على الاسره. لا ما هو برضه حضرتك الفول نفسه غلي يا فندم. يا مدام عايز حضرتك برضه ما فاكره ان لما كان الالبان
كان فيها مشاكل في دخول المواد الخام الخاصه بالالبان من فتره كبيره، وانا دخلت مع حضرتك في البرنامج كان فعلا في مشكله نظير ان كان في نقص في البضائع في مصانع وكانت محبوسه بالجمارك، ادى الى وجود زياده جدا بالاسعار. لا يا فندم معلش معلش خليني خليني اكلم حضرتك وانا على ارض الواقع. اللبن موجود في المحلات، اللبن موجود في المحلات وموجود في السوبر ماركت، مش لاقي اللي يشتريه. ليه؟ ليه؟ لانه غالي. يعني نفسي بس نبقى موضوعيين على الارض واحنا بنتكلم، لانه احنا بشر بننزل وبنشتري وبنتعامل، مش قاعدين بس بنتابع اخبار. لا كلنا مستهلكين، ما هو ده اللي كلنا مستهلكين. فاللي بيجنن الواحد انه يتقال لك اصله، ما هو المهم تبقى الحاجه موجوده. هي موجوده، هي الحاجه موجوده، بس حاجه ان هي تبقى موجوده وبسعر مناسب للخلل الموجود. ده اللي انا اقصده، خصوصا ان احنا في موسم زي ما قلت مدارس وموسم نتمنى انه الاجتماع ده يا استاذ متى يكون فيه هدوء في الاسعار ان شاء الله. نتمنى كده يعني الصناع والتجار ارجوكوا مهلا يعني على قلة مصر شويه يعني باذن الله كله يبقى ان شاء الله. شكرك ان شاء الله. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا.